حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم كتموا الإيمان في قلبهم اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن عبد صالح كان حكيم قبل النبي موسى الكليم قال له حكون الصابرين علمني من علم اليقين خرم السفينة في قلبها وكان هيهلك أهلها فعل زاد الغضب قال له الحكيم أنا قلت لك صعب تكون الصابرين مهما حصل قدام عينيك فوق كل علم أكيد عليم أكيد عليم حكايات وقصص فيها ألف عبرة ودرس عن ملك ذي القرنين كان عادل كان حكيم سوا بين الصدفين فصل بينهم بسد متين قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت فأمر بتحرير العبيد فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له
ماذا تريد أيها الرجل؟ الملكة يا مولاي. ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها، لم يمسسها منا سوء إلا إذا. وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي. تكلم يا رجل، ماذا تريد؟ مهلا يا آزاد، أراك ترتدي زيا غريبا أيها الرجل. إنه واحد من كهنة المعبد يا مولاي. أوه، لولا أنك شيخ طاعن في السن لأمرت بقتلك في الحال. كنت أظن أني سأكون في أمان وأنا بحضرتك أيها الملك. ولك مني الأمان، إلا أن صبري عليك كاد أن ينفد. تكلم. ملكة تلك البلاد بمثابة ابنتي، وأنا الذي توليت رعايتها وتربيتها إلى أن تولت حكم البلاد. أنت إذن من جعلتها كبيرة كهنة المعبد، وجعلتها تسلك طريق الإفك والضلال. وها أنا ذا أكفر عن خطيئتي وأرجع عما كنت فيه. دعني أحدثها يا مولاي، فهي تستمع إلي وتثق بي. لك هذا أيها الرجل. رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادرا على ذلك. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. كان يستطيع أن يفعل بي ما يشاء، شأن كل غاز ومغتصب، أن يقتلني أو يجردني من ملكي ويجعل مني عبدة ذليلة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك وتعامل معي بأخلاق الفارس النبيل. هذا الملك الغامض الذي لا يكاد يستقر في مكان. إني في حيرة من أمري. تخلى عني الجميع، الكهنة والجنود، حتى الآلهة التي تضرعت إليها لم تفعل لي شيئاً، ولم تستطع حتى أن تدافع عن نفسها. أي ضلال كنت تعيشينه أيتها البائسة؟ هل ساقت لي الأقدار هذا الملك كي أفيق مما كنت فيه؟ آه، رأسي يكاد ينفجر. من أنت يا ذا القرنين؟ من أنت أيها الفارس النبيل؟
مولاي، الملكة تطلب الإذن بالدخول ومقابلتك. دعها تدخل. تفضلي يا مولاتي. دعنا وحدنا يا أزاد. أمر مولاي. ماذا تريد أيها الملك؟ فكما ترى، انفض الجميع من حولي هربا منك ومن جنودك. أنا لا أسعى إلى تدمير أو إلى خراب، ولم يهرب إلا من خدعوك وغرروا بك. لقد انصاع الناس لك وحطموا بأيديهم ما كانوا يعبدون. آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها. أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟ الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له. وإلى ماذا أيضا؟ نشر الأمن والأمان ورفع الظلم عن العباد. أيها الملك، إنني مدينة لك، فلقد أزحت الغمة عن عيني. لقد كنت أنا وشعبي نعيش في ضلال، ولقد هدانا الله على يديك. هل تكلم معك هذا الشيخ؟ تكلم، لكنني لم أكن بحاجة لسماع أحد أيها الملك، بعد حسن صانعك معي. حمدا لله أن هداك أيتها الملكة وأصبحت من عباده المؤمنين. وداعاً أيها الملك الصالح، وأتمنى أن يكون الخير دائماً على يديك في كل مكان تطأه قدمك. أوصيكم بتقوى الله، وأن تعدلوا بين الناس، وأن لا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل، فهو للإنسان عدو مضل مبين. وداعاً أيها الفارس النبيل. غادر ذو القرنين تلك المملكة التي عند مغرب الشمس بعد أن أمن أهلها وآمنوا، وبعد أن حقق فيها العدل وأقام منهجه في الإحسان لمن أحسن والعقاب لمن ظلم وكفر. لم تكن رحلات ذي القرنين في أرجاء الأرض نزهة، ولكنه قابل في طريقه من حاول أن يقف أمام دعوته في نشر الحق، فقاتلهم وانتصر عليهم وأقام فيهم شرع الله الذي ارتضاه لعباده. وقد روي أنه قد ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، أما الكافران فهما النمروذ وبخت نصر، وأما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام، وبطل هذه القصة ذو القرنين ذلك الملك العادل المصلح، والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا